السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بكل خير وصحة وعافية مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ويا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مع ساعة صباحية منوعة من برنامجكم الصباح رباح. مشاهدينا ومستمعينا، وفي البداية أكيد راح نقدم لكم عناوين حلقتنا لليوم. إعادة جدولة وتنظيم الخطط والأهداف استعداداً للعام القادم. مثل ما احنا عارفين مشاهدينا ومستمعينا الكرام أن من المهم جداً التخطيط المسبق لكل هدف لازم نوصل له، واللي حابين أن احنا نوصل له بس يكون بطريقة ذكية. ومن ضمن مواضيعنا لليوم راح نتابع انطلاق مخيم الربيع العلمي 2020 في النادي العلمي القطري، أهمية الغذاء الصحي وممارسة الرياضة في المحافظة على صحة أطفالنا، مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ومثل ما عودناكم في الصباح رباح يوميا نطرح عليكم سؤال من خلاله نتعرف على وجهات نظر جديدة. سؤالنا هو: شاركونا تجاربكم مع الانطباع الأول، هل يدوم فعلا؟ وبشكل عام أي مواضيع أنتم حابين نتكلم عنها أو أي اقتراح للبرنامج تقدرون تراسلونا عبر إيميل البرنامج على صباح.رباح@الريان.تي في أو عبر برنامج الصباح رباح، ورحب أكيد بمشاركاتكم. وبخصوص السؤال عبر صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الريان. الحين خلونا نتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم. معنا عبر الهاتف المتنبئ الجوي عبد الرحمن السويدي من إدارة الأرصاد الجوية. صبحك الله بالخير أخوي عبد الرحمن. صبحك الله بالنور يا هلا. يا ريت لو تكلمنا عن حالة الطقس لليوم وهل هناك أي تحذيرات؟ في البداية أود أن ألفت عناية الأخوة المستمعين المشاهدين إلى استمرار التحذير البحري بالرياح القوية والأمواج العالية لهذا اليوم، حيث يتراوح ارتفاع الموج حاليا حسب آخر الرصدات ما بين 4 إلى 7 أقدام مع رياح شمالية غربية قوية تتجاوز سرعتها 26 عقدة. أما عن حالة الطقس بشكل عام، اليوم يكون الطقس معتدل الحرارة نهارا مع بعض السحب وأجواء باردة نسبيا ليلا، تتراوح درجات الحرارة العظمى نهارا ما بين 25 إلى 21 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد، وسجلت أدنى درجة حرارة صباح اليوم 13 درجة مئوية في سودة نتيل أقصى جنوب البلاد و18 درجة مئوية على العاصمة الدوحة. يستمر هبوب الرياح الشمالية الغربية حيث تكون معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل تصل إلى قوية السرعة داخل البحر. أشكركم لحسن استماعكم مع تمنياتي للجميع بيوم جميل مليء بالتوفيق بإذن الله مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. عبد الرحمن السويدي المتنبئ الجوي من إدارة الأرصاد الجوية، شكرا لك.
ومن حالة الطقس راح نتعرف معاكم على الصحافة المحلية الصادرة لهذا اليوم وأبرز ما تناولته من أخبار مع زميلتنا فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الشرق. سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير نقل تعازي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أنجال وأسرة المغفور له إن شاء الله الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك خلال تقديم واجب العزاء بدار سلوى في العاصمة الكويت. الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستبدأ غدا الأربعاء من خلال المراكز الصحية بالدولة، وهذه مؤشرات حدوث أعراض جانبية. الداخلية تفوز بالجائزة الذهبية عن تطبيق مطراش 2، وهي جائزة تمنح لأفضل تطبيق رقمي حكومي للأجهزة الذكية. المتحف الوطني يطلق نسخة ملول 3 للسيارات الكلاسيكية. ننتقل إلى صحيفة الراية. سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير استقبل سعادة السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، وفي اللقاء استعرضت علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتطويرها. دكتور حمد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية، قطر توفر أفضل أنواع اللقاحات المعتمدة عالمياً. كتارا لنشر تستعرض تجربة جائزة الرواية العربية في إطار مشاركتها بمؤتمر الناشرين العرب. إلى صحيفة لوسيل. سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء 60,000 شخص استخدموا الاستمارة الإلكترونية لتعداد 2020. اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني تختتم الشبكة البرامجية، وإعلاميون يروون تجاربهم في تقديم البرامج الوطنية. ناقلات تستلم إدارة أول وحدة تخزين عائمة للغاز. الدول الإسلامي يفوز بجائزة البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً في التجزئة. إلى صحيفة العرب. الشورى يشكر الحكومة على الاستجابة لتوصيات أبناء القطريات. عبد الله النعيمي المدير الاستثماري لواحد قطر للعلوم والتكنولوجيا 500,000 دولار دعم مبدئي لكل شركة مسجلة في واحد قطر. علي بن خاتم المحشادي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان مرمي لا تغييرات في مرمي وملتزمون بالتدابير. المواصلات والاتصالات تكرم الفائزين بجائزة التميز الرقمية. نختم الجولة بصحيفة الوطن. قطر تشارك في ندوة مكافحة الفساد طريق التنمية المستدامة التي نظمتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، وأقيمت احتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد. السلية الثانوية للبنات تحتفي بيوم اللغة العربية. تأسيس رابطة فنادق قطر تحت مظلة رابطة رجال الأعمال القطريين. تمديد جسر العطلات بين قطر والمالديف حتى 5 فبراير 2021. شكرا لزميلتنا فوزية عامر مع جولة الصحافة، والحين نشوف مع بعض معلومة اليوم اللي عدها لكم فريق البرنامج. اخترعت إشارات المرور قبل السيارات، إذ إن أول إشارة مرور ضوئية في التاريخ ركبت عام 1868 بمدينة لندن بهدف تجنب اصطدام عربات الخيل. فقرات الصباح رباح مستمرة معاكم، لكن بعد الفاصل انتظرونا.
يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد. بعد أيام قليلة بإذن الله راح نكون على مشارف عام جديد، والجميع أكيد متفائل بأن يكون عام سعيد بعد الإعلان عن وصول لقاح فيروس كورونا COVID-19، على أمل أن تنتهي هذه الجائحة اللي شملت العالم بأسره وأثرت على مخططاته وأهدافه. تساؤلات كثيرة نطرحها حول التخطيط والأهداف القادمة لسنة 2021. يسرنا أن نستضيف السيدة لولو العبيدلي، مدرب تنمية بشرية. صباحك الله بالخير أستاذة. يسعد صباحك. يا مرحبا يا مسهلا معانا في الصباح رباح. أستاذتي العزيزة، بداية نبي نتكلم عن بصورة أشمل يعني عن التفاؤل، وشن هو الفرق بين التفاؤل وبين التشاؤم وحسن الظن بالله. طبعا، فما ظنكم برب العالمين؟ هذه الكلمة بس بحد ذاتها تعطيك العنوان الرئيسي للكلام اللي تكلمت. التفاؤل طبعا هو الجانب المشرق للشمس لكل شيء بحياتنا، والتشاؤم هو الجانب المظلم اللي هو دائما احنا نحطه في خانة اللي متشائمين ان ينظرون لها بالسوداوية. صحيح. التفاؤل الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا ان احنا نكون متفائلين في حياتنا، والحديث النبوي بأن الله يعني حسن ظن بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعطينا فيه. فكل ما كان عندك حسن ظن في الله سبحانه وتعالى كل ما عزز عندك الطاقة الإيجابية وعطاك اللي أنت ظنيتي فيه. صحيح. وكل ما سأتي الظن الله سبحانه وتعالى ما فوتك من سوء ظنك. صحيح. فبالتالي الإنسان لابد أن يفتح أبوابه ويشرع نوافذه لإشراقة الشمس، لأن ما في حال يدوم يعني على وضعه. صحيح. وهناك دائما في جانب مشرق حتى في إصابتنا في كورونا. إيش قد ما كانت مؤذية، لكن الجانب المشرق فيه إيش قد عملت ترابط أسري، إيش قد حسنت يعني على وين بتكلم على مستوى قطر. احنا وين كنا وين صرنا في هذا الشيء كاعمال كاشخاص كاسر، هناك جوانب دائما مشرقه في حياتنا. رب العالمين يقول في حديث القدسي انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما يشاء. استاذتي العزيزه، مثل ما احنا عارفين ان هاي السنه طبعا استثنائيه، والسنه اللي راح تجي احنا طالعين من سنه استثنائيه وان شاء الله على سنه افضل. احنا مقبلين أكيد على هاي السنة الجديدة وحاملين بعض القلق والتخوف من هاي الناحية من موجة جديدة، شلون نقدر نتغلب عليها؟ طبعا احنا اللي يسبب القلق هو تفكيرنا في الماضي واللي مرينا فيه، فلابد ان احنا يكون عندنا نظرة يعني للأمام. شغلة ثانية ان احنا لابد ان نبعد يعني نفسنا من الماضي وما مر فيه، لان هذه حقبة مرت وانتهت. صح. لابد يكون احنا يعني على قولتهم نعطي ظهرنا ونبتدي نطالع الجانب المشرق. بالنسبة للحياة طبعا احنا 2021 لا نعلم شيء بيصير فيها. صح. ولا ندعي العلم. انزين، وقد يغير الله من حال الى حال، فبالتالي ما في داعي ان احنا نحط تصورات وكذا، خصوصا احنا طالع الخبر الجديد انه في نوع جديد من الكورونا، وحسب ما هو مبين من الاشخاص اللي قايمين بهذا الشيء ان هذا يعني قد تكون اخف، اي نعم يمكن اكثر انتشارا لكن تكون اخف من قوه الموجه الاولى. ويليام جيمس اللي هو مؤسس علم النفس يعني يتكلم عن القلق في هذا الأمر، بأنه هو طبعاً حالة يمر فيها الفرد زين بسبب تجارب سابقة في حياته، وبالتالي فهو يأخذ نفس التجارب هذه ويضعها أمامه ويشتغل عليها. ومعظم الناس يأخذون الجانب السيء من هذا الشيء. صحيح. إن إحنا نكون قلقين ترى مو غلط، لكن القلق المرض اللي نتكلم عنه، أنت تعرفين حوالي 275 مليون شخص في العالم يعانون من اضطرابات القلق في حياتهم، فإحنا من جملة هالناس دي. بس في ناس يظلون في هذا المربع، وفي ناس ينتقلون بأنهم يضعون آليات في حياتهم تساعدهم على أنهم يتحركون للمربع اللي بعد هذه. صحيح. إحنا مثل ما عارفين أن الواحد لما يفكر بطريقة إيجابية طبعا يصعد للأعلى، ترتاح نفسيته، ينعكس على صحته، ينعكس على نفسه، على بشرته. صحيح. على كل هذه الأمور. صحيح. ليش إحنا نركز على القلق وإحنا عارفين أن إحنا نقدر نتخطى هاي الصعوبات بسهولة؟ هاي استاذتي العزيزة أن إحنا نقدر ننتقل من هذه مثل ما نقول القوقعة اللي إحنا حاطين نفسنا فيها من دائرة القلق إلى التخطيط، ان احنا شلون مثلا نتخلص من القلق وبعدها نخطط لحياتنا عدل. شنو اهميه التخطيط ووضع الاهداف؟ طبعا احنا لما نتكلم عن التخطيط هو شيء مكتسب انك انت تتعلمينه، يمكن ما تربى فيه، بس هاي يبتدي من نعومه الاظافر في البيت. ان احنا من يعني لو بنبتدي نتكلم عنه كاسره، احنا نبتدي نتكلم عن بيت
في أب وأم ويهال. طبعاً أنا لما أبتدي أتعلم التخطيط في حياتي أبتدي على أصغر خط عندنا في البيت، واللي هو أن أنا أعلم طفلي من البداية شلون يرتب أموره، شلون يحط كذا، ومن ثم أعلم التخطيط على الوقت وأهمية الوقت وأهمية الأمور هذه. التخطيط شنو معناه؟ أن أنا في مكان معين وأنتقل إلى مكان آخر. هذه الرحلة اللي أنت بتسوينها طبعاً ما تقدرين تنتقلين إلا تحطين لها أهداف معينة. أهداف مربوطة بالوقت، بالمكان، بالمعيار اللي أنت حطيته، بالزمن، يعني كل هذه الشغلات اللي تبين لك قيمة الهدف اللي أنت حطيتي. فبالتالي عشان تعرفين حققتي هدفك لازم تكون تحطين له حوالي 5 معايير، اللي هي أنه قابل للقياس، يكون يعني واقعي، أنه يكون يعني في زمن معين. كل هالشغلات اللي تعرفت بالنسبة للتخطيط، وبالتالي على هالأساس هذه إحنا نقدر ننقل نفسنا من حياة نعتقد أنها هي كذا إلى ونعرف هل إحنا فعلا حققنا هدفنا ولا لا بهالمعايير الخمسة اللي إحنا حطيناها حق حياتنا. صحيح أستاذة، يعني الحين مثلا إحنا أنا حطيت لي الأهداف بطريقة ذكية، إحنا مثل ما نقول إنها بسمارت واي، عندي هدف معين أبي أوصل له. طبعا الظروف اللي جات ما خلتني انا احققه، اقدر انقله للسنه الجديده بطريقه ابسط واسهل، يعني قابل للتحقيق. هي مش نهايه، يعني مش نص قراني ان انا والله الهدف هاي ما قدرت احققه احذفه، لا، اقدر اكمله في في حياتي في السنه الثانيه. هو شوفي، يعني احنا ليش نحط اهداف؟ عشان ليش نحط لها معايير؟ عشان نحققها. طيب اذا ما حققت شنو المشكله؟ ارجع اراجع وين اشكالي. يمكن يكون في نوعيه الهدف ما كان واقعي، يعني كان أوفر، يمكن تعيدين صياغته، يمكن الوقت اللي أنت اخترتيه أصلاً مو وقت مناسب حق تحقيقه، أو أقل من الوقت اللي أنت عطيتي حق نفسك، وبالتالي ما لحقت تنجزينه. دائماً نرجع نراجع خطتنا ونشوف، والأهداف لأجل هذا أنت تحطين أساس سهلين مهمتك، وابتدي بالأهداف الصغيرة أساس أنها تعطيك جرعة تفاؤل أنك تقدرين تنجزين الأهداف اللي أكبر. صحيح. طبعا ذكرتي عن الأسس والمعايير، نتكلم عنها شوي بصورة أوضح، خاصة إحنا عندنا بعض الأمهات أو خلينا نقول بعض الأسر ما تبتدي بالتخطيط، يعني مثل ما نقول مخلية الموضوع هايم أو عايم. إحنا شلون نأسس هاي التخطيط في كل أسرة؟ أنا بقول لك إحنا للأسف وراثنا يسمون الموروث الفوضوية، يعني حياتنا فوضوية ما فيها تخطيط، من بديناها بكذا. فمعظم الأسر فوضويين في حياتهم، ما في بمعنى التخطيط اللي هو تبتدين فيه. شلون إحنا نعلم عيالنا أن يبتدون يخططون حق حياتهم؟ طبعا في أي سن أفضل سن أنك تقولين أنا ممكن أعلم طفلي أنه يخطط؟ نعم. طبعا ما راح أسحمه أنا وهو طفل، ما راح يتعلم التخطيط لأن للحين عقله لا يستوعب. نعم. الوقت وعمليات كذا. صحيح. في بدايات نعومة الأظافر أنا أعلم الطفل شلون بداية الترتيب، لأن الترتيب يعد الشخص أنه يدخله في مرحلة شوي أعلى مثل رتب. فلما يتعلم أن أنا لما أفسخ ثيابي أحطهم بالكبت، ولا أنا أفسخ وأنت بكرامة أحذائي أحطه في المكان معين، ألعابي أجمعها بعد ما ألعب أرجعها، هذه علمة أو شيء نظام. من ثم في سن معين لما يدخل مدرسة على سن 7-8 سنوات أعلم أهمية الوقت، أن أنا ملتزم بوقت، وخصوصا لما تكلمين عن امتحانات وكذا. فالطفل يبتدي شوي شوي يتمازج معاك، من فيه هناك هو شيء ترتيب اللي هو تنظيم، بعدين عندي الوقت، بعدين تحقيق لها، يعني اضع اهداف. انت ايش تبي من هالوقت؟ تبي انت يعني تحط لك وقت تبي تدرسي؟ يقول تبي انجح. اذا شنو شو تسوي عشان تنجح؟ لازم تدرس. صح. فتعطينا خطوات خطوات، يبتدي تشكلين مخه، لان كلها عباره عن مهارات مكتسبه. صح. فبالتالي انت يعني تمهدين له شوي شوي انه يدخل في المجال، ومن ثم كل هذه الامور راح تجي تلقائيا على يعني على وضع الطفل، انه يكون يعني سهل انك انت تبرمجينه انه يبتدي يحط خطط في كل حياته. صحيح. بعض الناس استدلوا له انه يخلي اهدافه غير واقعيه، او التخطيط لاهدافه غير واقعيه، وطبعا هاي يعرق مسيره تحقيق الهدف. احنا هنا بسرعه عامه شلون نقدر ننصحهم؟ ومثل يعني ما احنا عارفين الحلم انزين. نعم. شنو الفرق بين الحلم والهدف؟ الحلم هو شيء جميل بتعيشين وبتطيرين فيه، ولكن بالنهايه وسريع وينتهي. اما الهدف هو حلم ولكن له معايير تحطينها وراح تحققينها، حتى لو كان هذا الهدف قد الجبل، لكن لو انت حسبتيه بخطواتك راح توصلين في النهايه للهدف اللي انت حاطته لك. فهو الفرق ان احنا بس نعرف دي، مو غلط ان احنا نحلم، والمفروض ان نحلم، لكن هل لازم يكون يعني راسنا بين النجوم وريولنا على الارض، ارض الواقع، في خطواتنا اللي احنا نرسمها حق نفسنا؟ اكيد. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا وسعها. جميل. بعضنا يعني
يختلق له طرق للتخطيط، وطبعا كل إنسان يختلف تخطيطه من إنسان على حسب ماهية الأهداف الموضوعة. لو نتكلم عن طريقة التخطيط، شنو احنا نقدر نحط مثلا حق طريقة التخطيط؟ أنا كإنسانة أبي أوصل حق معين، في طريقة معينة أقدر أوصل لها؟ شوفي، هو التخطيط علم، مو شيء الواحد يقدر يكتسبه بمهارات، بالتعلم، بحضور بعض الورش، لوضع الأساسيات اللي أنا أبي أشتغلها. بعدين هناك في أهداف، في أهداف سامية يا طويلة المدى، في أهداف قصيرة المدى، وفي أهداف سريعة. البعيدة المدى هي اللي أنت تتمنين آخر شيء توصلين له. صحيح. طبعًا أنا عشان أوصل لأي مكان، مثل ما أنت تبين توصل للشغل، نعم، تركبين سيارتك بتحركين من نص الطريق لين توصل آخر شيء. صحيح. الحياة نفس الشيء، أنا في النهاية وأنا أشوف نفسي، هاي يعني يعتبر هدف بعيد المدى. وبعدين عندك هدف، عشان أوصل هذا الهدف في هدف متوسط، أن أنا بحط لي خطوات توصلني إلى ذي المرحلة اللي، نعم، على أساس أقدر أبني وأوصل لآخر مراحل. هذه هي معايير أنت تحطينها في حياتك، ما في خلطة سحرية، نعم، أن تقولين والله بحط خلطة سحرية وبشتغل عليها، لكن هي مهارات تكتسبينها بالتعلم، بالصبر، وبالمحاولة وإعادة الكرة. ولا تتوقعين أن تنجحين في أول مرة، لأن هذا طبعا أنت مبدعة يعني فوق الخارقة، لكن هي عبارة عن وثبات قد تقدر أنت تثبين فيه وقد يعطحين، نعم، لكن في كل مرة هي عبارة عن تجارب اكتسبتيها، عطتك قوة وعطتك اندفاع ووجهتك بالطريقة الصحيحة وقللت عليك الخسائر اللي بتجيش بعد. صحيح. أستاذة لولو، مثل ما احنا عارفين أن التخطيط لازم أنا والله أخذه كدراسة، وأنت قلتي ذكرتي أنه مكتسب. الأسر في هالناحية شو تسوي عشان تثقف نفسها، كونها مثلا عندها أطفال في المستقبل، أو عندها مراهق، أو عندها شاب جامعي، أو شاب يدرس، هني شلون احنا نطورهم أو نثقفهم؟ من خلال الدورات أو من خلال شنو بالضبط؟ طبعاً إحنا ما نتكلم عن دراسات أكاديمية، لما نتكلم عن عسرة ما نتكلم عن دراسة أكاديمية، أنا لازم تحضر كلية وكذا، لكن مو بغلط إن إحنا يعني نثقف نفسنا. دي الحين الحمد لله يعني المجالات كلها مفتوحة، تقدر الدراتي تعمل يعني أونلاين الدراسات هذه، لأنها عبارة عن مهارات تقدر تكسبها، أو حضور ورش عمل، لأن ورش العمل تعطيك نوع من التخالط مع الآخرين وتأخذين منها خبرات تكسبين فيها، تجودين فيها معلوماتك، فبالتالي ما في شيء يمنع التعلم في الفترة هذه. احنا مشكلتنا ابتعدنا وايد عن القراءة، وابتعدنا وايد عن هالأجواء هذه، وصرنا ناس يعني مولعين بتلفوناتنا. إذا ندى التلفون فيه على الأقل استغلي باستغلال طيب يفيدك ويرفع عندك يعني المستوى التربوي عندك، بحيث أنه يسهل لك مهام وأساليب جديدة في تربية عيالك. وافتحي التلفون اقرأ فيه، كل شيء أونلاين موجود، اقرأي تعلمي تثقفي، سئلي أسئلي هذول اختصاص، بحيث أنك أنت لو صار عندك أي صعوبات في أي ناحية من النواحي هذه تقدرين أنت ترتبين حياتك. صحيح. حياة فوضوية، وخصوصا الفوضوية اللي احنا ورثناها في حياتنا راح تظل معانا لازمة، وبالتالي ما راح تحققين اي هدف. صحيح. مثل ما ذكرتي ان طبعا في بداية حديثك عن التفاؤل، احنا مثل ما عارفين ان النجاحات المستمرة تعطي الانسان نوع من اللي احنا نسميه الايجو او الانا، وهذه يكون عنده نسبة التفاؤل عالية. هل الافراط في التفاؤل وعلى حد سواء أو التشاؤم يعني من الممكن يؤدي إلى نتائج عكسية؟ دين يقول لا إفراط ولا تفريط، التوازن حلو، حلو أن أنا أعتز بنفسي، وحلو أن أنا أقول أقدر، وهذه سمات قوة شخصية، ولكن الإفراط بأن أنا أدخل مكان وأنا ما عندي المهارات اللي تساهم في ذي، فطيحتي بتكون قوية. فلما يكون الإنسان عنده القدرات النادي، مو غلط أن أنا أعتز بقدرتي أن أنا أعرف وأسوي كذا، ولكن بحدود اللي ما تسمح لي أن الإيجو أو الأنا عندي ترتفع بدرجة أنها تكون مرضية. صحيح. الأنا حلوة بس في حدود احترام الذات واحترام الأطراف اللي قدامنا ومعرفة الحدود هذه وتقبل المختلف. وطبعاً طبعاً إحنا ما يعني أنا لما تتفخم كذي فيحس الشخص أن أنا بروحي في على الأرض، هذه هاي خطأ. احنا تبتدي او تنتهي حريتنا هني زي ما تكمل عند الطرف الاخر. صحيح. فما ما نختلف في ذي الامر. التشاؤم طبعا حاله مرضيه،
ان انا افكر بطريقه سوداويه دائما، يحتاج الشخص انه يطلع. وفي طرق، يعني الانسان لو يحس نفسه انه دائما في مرحله تشاؤم وقلق لازم يمارس بعض الامور. يعني ابسط الامور اللي ممكن يمارسها انه هو التامل، لانه يقعد يتامل في خلق الله وتشوف شنو الامور. يقدر يمارس بعض الرياضه، يعني خصوصا احنا في السيدات اللي في البيوت تقدر تمارس 30 دقيقه بس، هاي قادره انها تغير فيها الكاريزما داخل جسمها بشكل كبير. 30 دقيقة تركبين دراية، تنزلين، تسوي لك شيء، اغلب البيت راح تغير المود عندك كامل. صحيح. زين، محاولة مخالطة الناس الإيجابيين. نعم. لأن مشكلتنا احنا بنحيط نفسنا بناس هم يعني سلبيين. يعني انت عندك الحين مثل الجفير او سله فيها حصى، اوكي، وتشر فيك تحط لك والثاني تحط لك كذا، فبالتالي انت صعب تشوفينها. نعم. حاولي انك انت دائما تكونين محاطه بناس ايجابيين ويرون الحياه بمنظور ايجابي، وبالتالي هاي يرفع عندك حتى هرمون السعاده. صحيح. اللي انت محتاجته. واخري عن الاكل، لان الاكل راح يسوي لك جنايه، لكن على الاقل حيطي نفسك بناس يعني مريحين، ناس يقدرون يدخلون السرور على قلبك. مثل ما احنا نقول استاذه لولو، جاور السعيد تسعد. نعم. الصاحب صاحب دائما. نعم نعم. فاللي يختار يعني اذا تبي تعرف الشخص اعرف من يصاحب. طبعا. وخاصه اذا كانوا السعداء اكيد بيعيشون في بيئه سعيده، لكن اذا كانوا بؤساء حتى الناجحين يعني. نعم. حتى المثل يقول جاور السيف فعلا تسعد، لانه هو بطاقات الايجابيه راح ياثر عليك. اكيد بياثر عليك بشكل ايجابي ان شاء الله. كلمه اخيره حابه توجهينا استاذه لولو؟ يعني انا دائما، انا خصوصا احنا مقبلين على السنه الجديده، واتمنى ان شاء الله تكون سنه خير وبركه، وفما ظنكم برب العالمين هذا اعتمد انا في حياتي، لان حسن الظن بالله سبحانه وتعالى راح يفتح ابواب الخير والتفاؤل، وما نقدر احنا نمنع اي شيء. يبدل الله من حال الى حال. يمكن تعتقدون ان هذه اخر شيء ويطلع لكم سبحانه وتعالى بفتوحات وفرج، انتم ما حسبتوا حسابه. صحيح. وان شاء الله سنه خير وبركه علينا وعلى كل حبايبنا يا رب العالمين. اللهم امين. كل الشكر لك استاذتي العزيزه لولو العبيدلي، مدرب تنميه بشريه. وإلى موضوع آخر، انطلاق مخيم الربيع العلمي 2020 في النادي العلمي القطري. التفاصيل في التقرير التالي. لإبراز المواهب الإبداعية في مجال العلوم والتكنولوجيا وربطها مع المهارات الإبداعية، أطلقت فعاليات مخيم الربيع العلمي 2020 في النادي العلمي القطري، وذلك من خلال أنشطة متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية تحت عنوان اكتشف وابتكر، وتقديم عدد من المواضيع العلمية للمشاركين مثل برمجة الروبوتات ومهارة الرياضيات الذهنية ومشروع الوقاية الشخصية من الفيروسات ومشروع العنة الصديقة للبيئة التي تعمل بطاقة الشمسية، وكذلك تنفيذ شعار اليوم الوطني باستخدام الأجهزة الرقمية ثلاثية الأبعاد. حاليا احنا في مخيم الربيع العلمي في 2020، الحمد لله ابتدينا من تاريخ 20 ومستمر الى تاريخ 30 في الشهر الجاري، وبيكون ان شاء الله بيكون على اسبوعين منفصلين، وخلال اسبوعين بيكون عندنا في ثلاث اعمار، في ثلاث فئات عمريه. ثلاث فئات عمريه هذه في على الجنسين البنين والبنات. ثلاث فئات عمريه، الفئه العمريه الاولى اللي هي من 7 سنوات الى 9 سنوات، والفئه الثانيه من 10 سنوات الى 11 سنه، والفئه الثالثه والاخيره اللي هم الكبار من 12 سنه الى 16 سنه. طبعا عندنا كل فئه عمريه يكون لهم مشروع خاص فيهم، يعني عشان يكون يستوعبون الشيء اللي هم بياخذونه. مثلا عندنا في عندنا البرمجيات، في عندنا الروبوت، في عندنا المهارات الدفاع عن النفس وهالامور، وفي عندنا الشيء الجديد اللي اضفناه هذه السنه اللي هو العنة الذكيه. اليوم سجلت في النادي العلمي القطري في مخيم الربيع، تعلمنا كيف نوصل الطاقه الشمسيه على المخيم كله، وعطونا بوكس فيه الأدوات كاملة. أنا قد شاركت أكثر من 3 مرات من قبل، وكنت أتعلم عن الروبوتات وأشياء واجد، والحين لازم نتعلم عن العنة، مشروع العنة. يسعى المخيم لبث روح الاستكشاف الفطري لدى المشاركين من خلال تزويدهم بخبرات جديدة تعزز من فهمهم لهذه الأنشطة العلمية، وذلك من خلال التجريب والتحليل والاستنتاج، وكذلك تشجيع المشاركين على التفكير الإبداعي بخطوات المنهج العلمي الصحيح.
مشاهدينا ومستمعينا الكرام، فقرة الصباح رباح مستمرة معاكم من بعد الفاصل، لكن الحين نترككم مع بعض الأحداث التاريخية والقرارات الهامة التي حدثت في مثل هذا اليوم. حدث في مثل هذا اليوم 22 ديسمبر كانون الأول. في مثل هذا اليوم من عام 1891 اكتشف أول كوكب صغير يصل قطره إلى 33 كيلومتراً عن طريق التصوير الفلكي، وقد سمي بروسيا نسبة إلى كاترين وولف بروس الراعية البارزة لعلم الفلك. وفي مثله من عام 1911 افتتحت أول مدرسة نظامية في الكويت، وسميت المدرسة المباركية نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح أمير الكويت آنذاك. يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد، والحين راح نستعرض مشاركاتكم التفاعلية حول سؤال اليوم. شاركونا تجاربكم مع الانطباع الأول، هل يدوم فعلا؟ ونروح للمشاركة الأولى. يدوم ويبقى راسخ في الذهن أول فكرة أخذناها عن الشخص، سواء انطباع حلو أو مو حلو، أكيد اللي يرسخ في المخ اللي إحنا مثل ما نقول الفيرست إمبريشن اللي هو الانطباع الأول، لكن دائما الواحد يحسن الظن. الانطباع الأول يدوم ولكنه قد يكون غير حقيقي بعض المرات. صحيح أن سوء الظن أو أنت ما تعرف الأشخاص، على هاي الأساس إحنا ما نثمنهم، فبالتالي يكون الانطباع طبعا غير حقيقي. نعم الانطباع الأول يدوم، صحيح يعتمد على نوع الانطباع. نعم يدوم ويتم في الذاكرة، صحيح دائما أنه يرسخ في العقل في اللاوعي. الانطباع الأول، عقولنا تتمسك بعناد بالانطباعات الأولى ولكنها قد تتغير، لكن بصعوبة كبيرة ومجهود كبير. أكيد كل ما يرسخ في العقل اللاواعي يكون طبعا من الصعب تغييره إلا بانطباع ثاني يكون، يعني يكون من الشخص نفسه، مثل ما أخذنا عنه الانطباع الأول أكيد راح يغيره مع الزمن. طبعا لا أبدا أتوقع أن يكون الانطباع ما يثبت عند هاي الشخص، فبالتالي هذه شخص إيجابي. وآخر مشاركة لنا، الانطباع الأول يدوم في حال أنه مؤثر جداً، وأنا أتفق معه. كانت هذه أبرز المشاركات لسؤال اليوم، شكراً لتفاعلكم معنا. والحين وصلنا لفقرة من حول العالم، حيث يشق ريفر سيمبل المصنع لبريطانيا الرائد في مجال السيارات العاملة بالهيدروجين طريقه، معولاً على الثورة الخضراء التي تعهدت بها لندن الساعية إلى بلوغ الحياد الكربوني في 2050، والطامحة لحظر السيارات العاملة بالبنزين في غضون 10 سنوات. Short-range car can be brilliant running on batteries, and we need them, and there's a role for them. But if you want the sort of range to which we've become accustomed, of 300 miles or more, hydrogen is head and shoulders ahead in terms of the overall efficiency. We do expect to be able to compete with the total cost of ownership of a Golf for a customer, even though the car costs us more to build.
كان هذا أبرز ما لدى المخترع أو المصنع ريفر. الغذاء الصحي المتوازن وممارسة الرياضة المنتظمة أمر أساسي للمحافظة على صحة أطفالنا، واللي ينعكس بشكل إيجابي على نموهم الطبيعي ويجعلهم أقل عرضة للإصابة بالأمراض. وبالتزامن مع الإجازة أكيد المدرسية، يسرنا أن نستضيف السيدة خولة البحر، أخصائية تغذية رياضية، للحديث حول كيفية المحافظة على التغذية السليمة وممارسة الرياضة في مواسم الإجازات. صباحك الله بالخير أختي خولة. صباح الورد، شلونك بديتك؟ والله الحمد لله، الله يسلمك. يا مرحبا ويا مسهلا فيك معنا في برنامج الصباح رباح. أنا جدا سعيدة أن استضيفتك اليوم، لأن الموضوع جدا مهم، خاصة عيالنا أجزوا مثل ما أنت عارفة، وإجازة الربيع، وطبعا داشين موسم الشتاء، تحلو الأكلات وكل شيء يحلو في الشتاء صراحة. هي طبعا أكيد. في البداية نبي نتكلم عن أهمية التغذية السليمة وشنو أثرها على صحة أطفالنا. حلو حصة، أنا وأنت أمهات، يعني أنا وأنت نمثل شريحة كبيرة من المجتمع. في فرق بين الطفل اللي يتغذى تغذية سليمة والطفل اللي يتغذى حرابيط وياكل أي شيء من شيبس من حلويات هالأشياء. فإحنا كأمهات لما نطالع الطفل حركته تختلف اللي يتغذى تغذية سليمة، حتى نطقه، نموه، إيش أقول لك، حتى لما الطفل يتعليمه يختلف بين طفل بين طفل يتغذى تغذية سليمة ولا. تعرفين حتى لون الطفل، الأطفال اللي يأكلون أطعمة تحتوي على دهون وتحتوي على كربوهيدرات وسكريات زيادة يميل لونهم للون الأصفر. خولة يكون في شحوب، تحسين أن بشرته مش نظرة بالضبط، كأنه مريض. صحيح. أما الطفل اللي يتغذى تغذية سليمة يكون وردي وأحمر. صحيح. فهني يختلف، تعرفين هالنظرة للأم فقط وللدكتور. صحيح. الأم هي اللي تقدر تفرق بين الطفل اللي يتغذى تغذية سليمة ولا. صحيح. كل من عن دور الرياضة المنتظمة، خاصة إذا مثلا إحنا سويناها مثل ما نقول أسلوب حياة في تعزيز المناعة. حلو. الحين إحنا أطفالنا الجو بدأ يزين والبران، فإحنا نقدر نستقل هالمواقف، نتمشى في الحدائق، نتمشى ما شاء الله الممشى موجود، الحين ممكن ناخذ السياكل ونمشي عيالنا. فإحنا كأمهات ممكن إن إحنا نخلي عيالنا يلعبوا رياضة أكثر، ونوفر لهم وجبات تناسبهم وتناسب أعمارهم. صح. تعرفين كل عمر وجباته تختلف، احتياجاته تختلف، فإحنا المفروض نثقف نفسنا من هالناحية. حتى برامجنا هاي اللي إحنا نعطيها أنا وإنتي تخلي الأم مثقفة من هالناحية، نعطيها أفكار تنوع للأطعمة، عيالنا يتمللون من نوع معين من الأكل. صحيح. خولة بعد نقدر إحنا نحط لهم مثلا جدول، يكون طبعا يكون حافل خاصة في الإجازة، يلعبوا الرياضة، نوديهم نمشيهم، نأكلهم أكل كل يوم صحي مكان. كل يوم مكان، ما شاء الله دولتنا مليانة. إيش رأيك أقول لك عن الأطعمة اللي ممكن أن إحنا نأكلها أطفالنا؟ إحنا لازم نحرص أن هي ما تزيد عن 200 سعرة حرارية. جميل. خلي أقول لك مكسرات. حلو. ذرة، هالأشياء ترى يحبونها الأطفال. العصاير اللي نسويها إحنا في البيت، مش العصاير الجاهزة المليانة سكر. صح. ممكن نحط عليها شوية شمندر مثلا. نعم. فندخل عليها خضروات، الطفل ممكن ما يدري، يشوف لونها أحمر وأحمر غامج بعد ياخذ العين. إحنا نضيف عليها ملعقة عسل، فإحنا كثر ما نقدر ندخل الأشياء الصحية. صح. ونعلم عليه من البداية. نعم جميل. العودة إلى التغذية وارتباطها الوثيق طبعا ممارسة رياضة، نبي نعرف عن الأطعمة اللي تمد الأطفال بالطاقة اللازمة. حلو. الحين إحنا كالأم، أو الحين أنا أتكلم عن أنا وأنت بس. إحنا الأمهات لما نتكلم عن تغذية أطفالنا، إحنا لازم نعلمهم مو بس التغذية، حتى آداب الطعام. نعلمهم إنهم لما يأكلون ما تموا واقفين، ما يأكلون بسرعة، يمضغون عدل، لأن كل هالأشياء تسبب لهم مثلاً تلبكات معوية وتخمة، ممكن سكر في المستقبل. نوعية الأكل اللي إحنا نجهزه حق عيالنا، ما في سكريات وايد، ما في كربوهيدرات وايد. الأم تعرف الطفل إذا تحرك وايد ولا لا، فكل ما تحرك ممكن إنه يضيف له أطعمة زيادة. لكن إذا الطفل كان من نفسه خمول شوية وما يتحرك وايد، وفي تعرفين في ناس دائماً على الأجهزة وقاعدين في البيت، ممكن نحن نحدد لهم ساعات معينة يقعدوا على الجزء، وبساعات لا تحركوا، ووديهم أماكن مفتوحة. البلاد ما شاء الله مليانة أماكن مفتوحة. بالنسبة نرجع تغذيتهم. صح؟ صحيح. التغذية. التغذية إحنا نحاول نخفف السكريات، نخفف الكربوهيدرات، ونزيد حتى الماء اللي يشربونه. أطفالنا نمنعهم منعا باتا أكيد، وأنا أقول لك باتا من مشروبات الطاقة،
المشروبات الغازية كثر ما نقدر، عشان مستقبلهم ما يكون لا سمح الله فيهم سكر، ما يكون فيهم سمنة مفرطة، لأن معرضين الأطفال. الحين احنا مثل فترة الإجازة واحنا في إشتاء، طبعا تزيد كمية الأكل، يعني صراحة أمانة خولة تعرفين أن الإشتاء الواحد يوع فيه طبعًا. يعني يحس بالجوع أكثر من أي موسم الأيام العادية، خاصة أيوة خاصة وإجازة تلقى أن الطفل مثلا يلعب أو يستهلك نشاط كبير، أنا شلون هني أقدر أوفق له أو أنظم له حتى أكله؟ أنا أقولك ندخل كثر ما نقدر الفواكه، طبعا حين موسم الفواكه الموسمية ما تلشتة، نحاول كثر ما نقدر أن احنا نحط لهم في علب ونجهزها لهم مسبقا، عشان لما يكون شيء جاهز قدامهم غير لما يروحون برا يبون يشترون أي شيء، نقدر كثر ما نقدر ان احنا نخليهم ما ياكلون الفاست فود، نسوي الاكل في البيت ونودي ويانا، حتى البر نسوي اكلنا في البر وما يكون اكلنا جايبينه من برا معانا، عشان اللي جايبينه من برا احنا ما نعرف ايش كثر محاطين فيه سكر او حتى دهون. صحيح. نسبه الدهون اللي فيه. صحيح. الحين احنا نتكلم عن التغذيه والرياضه، وذكرتي خوله ان الرياضه انا اخليهم مثلا يمارسون الرياضه، بس مثل ما احنا عارفين ان فيه ساعات معينه خاصه للاطفال، احنا ما نتعدى مثلا ليمت الساعات في الرياضه لان صح بيحرق طبعا صح كارب بس وبيتعب جسم الطفل، لأن تكون ساعات الرياضة مقننة بالنسبة للطفل بالضبط. غير عن الكبير بالضبط. الحين بنقول الطفل في هالوقت هو يحتاج إلى النمو وهو أصلاً قاعد ينمو، فإحنا لما نلعب زيادة رياضة ممكن نأثر على العضلات مالته. صحيح. فإحنا عضلات الطفل تنمو نحتاج غذاء معين لنمو هذه العضلات، تعرفين حتى الغذاء يأثر على نمو العقل نفسه. أكيد. الإدراك أكيد. التفكير حتى إحنا لما نكلمهم لازم نكلمهم كأنه هم فاهمين، فإحنا نفهمهم كل النقاط، لما بتمنعين شيء من طفل لازم تفهمينه ليش أنت منعتيه. صحيح. ما نمنعه بدون ما إحنا نبين له ونفهمه ليش إحنا منعناه من هالشيء، فكل النقاط لازم تكون واضحة بالنسبة له، ليش ناكله الأكل؟ إيش فايدة هالأكل؟ عشان نعطيه دافع. صحيح. دافع إن إحنا يلا هاي ناكله عشان نصير أكثر قوة، يصير تفكيرنا أكبر. هم يحبون ترى يفهمون الأطفال، والشيء الجديد يحبونه إنهم يستكشفونه، فنعطيهم هاي النقطة. وشوي نبعد عن سالفة الإلكترونيات أو الأجهزة الذكية. إحنا مثل ما عارفين خاصة بعد في موسم الإجازات الطفل ما يبي يطلع. أنا هني شلون أقدر مثلاً أو ما يبي يتحرك، يبي يقعد على الجهاز، ما يبي يأكل نوع معين من الأكل، أنا هني شلون أمهد له أو شلون أتدرج معاه في مثلاً أكل شيء معين صحي؟ حلو. شلون أشجعه؟ أول شيء إحنا في البداية نبي نحدد له وقت حق الجهاز. أوكي، عندك أي نوع من أنواع الأجهزة؟ نحدد له ساعة إلى ساعتين في 24 ساعة كاملة. نحدد له وقت النوم اللي هو ينامه. إحنا بروحنا نقعد معاه الصبح. ما يصير احنا نقول له والله اقعد من الساعه 8 ولا من الساعه 9 واحنا نايمين للساعه 10 و11. لا، يكون الام تقعد مع اطفالها الصبح، نجهز يومنا كامل، نستعد لحتى قبلها بيوم، احنا اليوم بنطلع هالطلعه، احنا نجهز لنا هالاكل الفلاني، احنا بنرجع هالوقت عشان هم يعرفون الانضباط في الوقت. اكيد. بنقعد هالساعه احنا بنرجع هالوقت، احنا المفروض ننام هالوقت، هاي كلها انضباطات الام لازم تعلمها اطفالها. صحيح. طيب بالنسبه حق الاكل، مثلا عندنا طفل يحب الكيك، احنا نحاول كثر ما نقدر الكيك نعطيه كميه معينه. اوكي انت تحب بس هي قطعه واحده، انت ما تاكل قطعتين. صحيح. انا اعطيتك اللي انت تبيه كطفل، ما حرمتي. بالضبط بالضبط. بس مثل ما قلنا قطعه صغيره احنا نقطعها له هي واحدة، ونعلم الالتزام. صحيح. هي واحدة اتفقنا واحدة، إذن هي واحدة. صحيح. ومثل ما احنا عارفين أن النوم أكيد ينمو فيها العقل، ينمو فيها الجسم، سواء للكبير أو للصغير. بالضبط. هني احنا شلون نقدر نخلي النوم وسيلة صحية لأطفالنا؟ هو النوم في نوم صحي ترى وفي نوم غير صحي. المفروض أن احنا ننوم عيالنا الساعة 10، إذا كثرنا كلش الساعة 11، وإحنا لازم نكون ملتزمين بهالشيء. غرف النوم ما لازم يكون فيها تلفزيون. صحيح. ما لازم يكون فيها أجهزة إلكترونية، عشان نقدر أن احنا نوفر النوم الصحي والنوم الصحيح. النوم الصحي يكون ليلا وليس نهارا، فإحنا نحدد الساعات ونبين لهم، ماما نبين لهم كل النقاط، ترى لما تنام عقلك يكبر، جسمك يكبر، قددك تنمو، صحتك تصير أحسن، نقعد بكرة من الصبح، أنت فطر، وجبة الفطور مهمة.
ونخليه يختار الشيء اللي هو يحبه ونسويه معاه، نستمتع بالإجازة ونستمتع بوجوده مع عيالنا. صحيح. بعد فترة بسيطة إن شاء الله ترجع الحياة وبيرجعون المدارس، فنبي مثل ما تقولين ذاكرة جميلة. صحيح. ذكريات جميلة عن إجازة كانت مرة جميلة مع أمنا وأبونا في البيت. صحيح. وحلو الترتيب خوله مثلا، يعني أنا أستغل فرصة الإجازة أني أنظم عيالي، مثلا يقومون يأكلون وجبة الصباح، وجبة الفطور ووجبة الغداء ووجبة العشاء طبعا، وتكون لهم مثل ما تقولين مساحة فيها لعب تلهيهم شوي عن مود الدراسة مثل ما نقول، ولا أن يكون فيه التزام، بس فيه التزام نوعا ما أن يقضون الإجازة بصورة سعيدة. يعني إحنا شلون نخلي الأمهات يعني أو نوعيهم شلون نخلي لهم أن يحطون مثلا أو ينظمون وقت الأطفال في مهامهم خاصة في الإجازة؟ خلي أقول لك سالفة صارت لي يوم الجمعة. يوم الجمعة إحنا عندنا يوم الترتيب، فعندي عيالي أنا كبار، عيال أختي صغار، فش قلت لهم؟ قلت لهم ماما كل واحد يساعدني، وعطيتهم أوامر، هذا سوها النقطة، أنت يسوي كذي، طبعا يناسب النقاط، تناسب الولد وتناسب البنت. فعطيتهم مهام، أول ما خلصوا هم كانوا سعيدين جدا أن إحنا خلصنا وساعدنا خالتي وبدينا نرتب. فتعرفين لما إحنا نعطي عيالنا الثقة، نعطي عيالنا مهام ويكونون هم سعيدين أنهم سووها، فإحنا شيء خليناهم يساعدوننا وخليناهم يسوون شيء حتى يعطيهم ثقة. بالضبط. صحيح. بالضبط. فكل أم المفروض أن هي تحدد حق عيالها مهام معينة هم يسوونها، وهم يكونون سعيدين أن سووها ويساعدونها، يحسون أنهم يساعدون الأم في البيت، فهي شيء وايد جميل. أكيد. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أكيد شرب الماء خولة مهم جدا، خاصة لجميع طبعا مراحل الحياة. أكيد. وجميع الفئات العمرية. أكيد. مثل ما احنا عارفين شلون نقدر، بعض اليهال ما يحبون الماء أو بعض الأطفال ما يحبون يشربون الماء. صح. في هالحالة شو نقدر نسوي معهم؟ أنا أقول لك نحاول كثر ما نقدر نقول لهم أهمية الماء، هذه نقطة. ممكن نحن نحط لهم في ماء، نحط لهم في ليمون، في منكهات بسيطة تكون طبيعية كثر ما نقدر وما فيها سكريات، ونقول لهم إن هذه هو يناسب جي، ونحط لهم كل واحدة مثلاً من أطفالنا إن كانت بنت ولا ولد قرشة خاصة فيه. ماما هذا اليوم تخلص اللتر أو 800 ملي، هذا اليوم لك ماما خلصه كله، وآخر اليوم إذا خلصته أنا بكون سعيدة، ما أعطيه مثلاً هدية يكون حلوة ولا كوفي ولا هشاء، أنا بكون سعيدة وأنت كنت بتصير أقوى وبتصير أحسن وجسمك أحسن حركتك. فإحنا نعطيه لمت معين. أكيد. في الختام لو تلخصل لنا أهم النصايح اللي راح نوجهها حق الأهالي. مهم جداً أنهما الأم والأب يثقفون نفسهم في النواحي التغذية لهم هم ولهم أطفالهم، يبتدون بنفسهم وبعدين يبتدون بأطفالهم، عشان الأطفال يشوفون الأم والأبو شو ياكلون. صحيح. ويشوفون انضباطهم في الحياة، فحلو أن يكون عندك منزل منضبط تحت قوانين معينة. حلو أن احنا ننام في وقت، نشرب نسبة معينة من الماء، مثلا الفاست فود والمقليات نحاول أن احنا نقللها، الكربوهيدرات البيضة نحاول أن احنا نبتعد عنها، السكريات البيضاء أو السكريات بشكل عام نبتعد عنها. كل هالنقاط أولياء الأمور المفروض الأم والأب يحطونها في بالهم عشان يخلون البيت كله صحي. كلمة أخيرة حابة توجهينها خولة؟ أنا سعيدة جداً أن أنا شفتك اليوم. الله يسعدك. سعيدة جداً بهاللقاء. احنا كأمهات ترى الموضوع يبتدي عندنا، المفروض كل أم تحط في بالها أن أنا أبي أعدل البيت، أنا أعدل نظام المنزل، أبي عيالي يكبرون بدون ما يصيدهم لا سمح الله لا سكر لا سمنة، لا يحتاجون حق هالعمليات السمنة، لا يحتاجون حق أي تدخل جراحي. فيبتدي من الأم، وأتمنى كل أم تسمعنا تحاول أن هي تسوي النقاط اللي احنا قلناها، وإن شاء الله بإذن الله ما بيصيدهم أي شيء. الله يسلمك. كل الشكر لك أختي خولة البحر، أخصائية تغذية رياضية، وإحنا سعيدين بدورنا من قناة الريان باستضافتك في برنامج الصباح رباح. حبيبتي. مشاهدينا مستمعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجكم الصباح رباح، وتجدد اللقاء معاكم بإذن الواحد الأحد إن شاء الله بكرة في نفس الوعد مع ساعة صباحية منوعة من برنامجكم. ونشكركم على تفاعلكم معنا في سؤال حلقة اليوم، وسؤالنا الحلقة بكرة: كيف يستغلون أولادكم وقت الفراغ؟ كيف يستغلون أولادكم وقت الفراغ؟ نشوفكم على خير ومع السلامة.